بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات والله وصلنا الكعبة الشريفة مع صلاة العشاء في التراويح إن شاء الله، ونقول الحمد لله رب العالمين. وهي العمرة اليوم يروح المرحومة دلال عاكف خليل بنت ريم، دلال عاكف خليل بنت ريم رحمه الله وأنسه الله عوضه الله الجنة. اللهم صل عليها واجعلها نورا تهتدي بيديها. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم اغفر ترابها ويسر حسابها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله والله أكبر. هذا من الطواف. بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أبدلها خيرا من داره وأهلها من خير أهلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم اغفر ترابها، اللهم يسر حسابها، اللهم أكرم جلها يا رب العالمين، اللهم وسع مدخلها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين. اللهم نقيها من الخطايا كما نقي أولي الدرس. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربي اغفر لي والوالدين، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب يا الله، اللهم تجاوز حسناتها يا رب العالمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها. اللهم ترابها ويسر حسابها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وكرمها. اللهم اصل اليها وجهها مرتد يديه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرها ربضا رياض الجنه، ولا تجعل حفظها حفر النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم استعمل مدخلها واغفر لها وارحمها يا رحيم. لا اله الا انت سبحانك من ظالمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقمه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب نرجو من الله القبول، يا رب نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.